الحمد العسكري. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وبخير حال. النهاردة بقى انا جايبة لحضراتكم برضو جولة من الساعة كرموز باسكندرية في الملايات. عايزين بقى الملايات اللي هي التركي اللي تتباع طبعا ايه جاهزة غالية جدا. هنا هوت احنا هنتعرف عليها وهي بالمتر، وهنشوف ازاي احنا نشتريها وازاي نشتري النوع النجيف النوع الجيد اللي هو بتبقى الوانه ثابته وما يكهرمش معايا في الغسيل ويفضل ثابت. اتمنى ايه ان شاء الله ان هو ايه معانا النهارده مين؟ حسن العسكري، ملايات حمدي العسكري. ملايات حمدي العسكري هنا هو في ميدان هنا هو في الساعه كرموز. اه في ميدان الساعه كرموز باسكندريه. بصوا انا هفرج حضراتكم الاشكال. بصوا بسم الله ما شاء الله كل الاشكال احلى من بعضيها. بصوا زي ما حضراتكم شايفين دي والوان دي خامه شبه الكوفيرتا دي. بصوا يا جماعه وجيب كام المتر بقى؟ دي ب 25 المتر. حلو، يعني ماشي عشان انا اعمل ملايه او مفرش زي اللي انا بشتريه من بره اللي هو التركي اللي بيبقى بكذا 100 دوت بيتعمل ب 400 وب 500. ايوه. هيكلفني كام؟ واخد كام متر قماش؟ قماش بخياطته 145. 145 يعني حوالي قول ربع سعره بالظبط كده. طب انا عشان اشتري قماشه زي دي في طبعا ايه خامات بتبقى غسيل والوانها ثابته وما بتتكرمش وما تتكسرش معايا. هو 145 ده اللي هو الخامات النظيفه. اعرف انا بقى اعرف الخامه منين؟ ده بص اللي هنا ده كل وي. ده التركي ده اللي هي ده برده خامه نظيفه. ده الطعم يكلفها بتفصيله 130 جنيه. دي اللي هي الاشكال دي. بصوا يا جماعه اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله جميل قوي الشكل ده بصراحه. والشكل ده برضو للناس اللي بتحب الالوان اللي هي الفاتحه شويه، ودي الحاجات اللي بيحبوا بقى الحاجات اللي مزهزهه والمروشنه اهي. بصراحه كل الاذواق اهي. طيب انا نقي ازاي بقى الحاجه الكويسه؟ اعرفها منين؟ من ظهرها مثلا، من ايه ان الالوان دي بتاعتها دي ثابته معايا؟ الخامه معاك هي اللي بتبان. ما انا في ناس كتير بتشتري الحاجات زي كده بس اول ما بتغسلها بتبهت. ايوه بتبقى الوان او بتعمل وبره من فوق ما بتبقاش ناعمه. الخامه مش نظيفه. أيوة. الوان بس فاهمه قدام الزبون. أيوة. لكن الخامه ذات نفسها مش نظيفه. انا عايزه بقى اعرف بس ما تتغسل تلاقي الالوان كبت على بعض. بيبقى عليها ختن مثلا، بيبقى ايه الحاجه اللي انا مثلا ما يضحكش عليا اعرف وانا بشتريها اعرف ان هي دي الخامه الكويسه. الخامه النظيفه اللي هي التركي والبيكا. البيكا ده اللي هو شبه الكوفيرتا. البيكا اللي هي القماشه المحبحبه شويه دي. الله ينور عليك. اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي اللي فيها ايه نغمشه دي كده شويه. لكن هي اقل من السعر ب 18 جنيه ده مصري. هو برضو القطن المصري برضو ما شاء الله لا يعلى عليه برضو. تمام. بس الالوان بقى هنا فاهم. يعني هي الالوان دي تبقى ايه ثابته برضو بس سابتة. الوان التركي زي يعني الوان المصري. هي ذوقها بيبقى مختلف شويه. ايوه الرسومات يعني 3 دي في التركي 3 دي. المصري مشجرات عاديه. يعني هم دول اللي هو المصري. ايوه. هو برضو بسعره كام؟ 18 متر. 18 جنيه المتر. طعم يعمل اقل معاها. طبعا بس برضو الوانه ثابته وكويسه. أيوة أيوة. وعملي برضو. الطعم بخياطته 100 جنيه اللي هو ده. ياخد كام متر؟ 5 متر. الطعم السرير الكبير كامل 5 قطع ملايه يعني ومخدتين وتربعتين. يعني عشان اي حد يعوز يشتري من القماش ده ويعمله اللي هو مفرش زي العادي اللي هو بيشتريه جاهز اللي ب 400 و 500 جنيه اقل حاجه طبعا بيعمل 5 متر. طبعا ب 18 جنيه يعني ال 5 متر يعني ايه؟ 90. مش هيكملوا 100 جنيه. وهنا اهوت اللي هو القماش اللي هو ده اللي برضو الخامه اللي هي الاحسن شويه زي ما هو برضو ايه قال لنا برضو ايه الاسعار في الاول. وعايز حضراتكم برضو تبصوا معايا على الايه الاذواق والموديلات بتاعتها اهي. بصوا كلهم بصراحه احلى من بعض. هنا يا جماعه في ميدان الساعه كرموز في اسكندريه. طبعا اهالي اسكندريه عارفين المكان هنا. حاجات بصوا نظيفه وخامات ممتازه جدا واسعارها معقوله جدا. يعني احنا لو رحنا في بقى الاسواق اللي هي في المناطق الراقيه شويه هيديني نفس الحاجات دي بس بسعر اضعاف. ده هنا هو ده بيعتبر يمكن اقل من نص سعرها لو انا رحت جبتها من اي محل كبير. وطبعا هنا ليهم زبونهم اللي بيجي طبعا وعارف هو بيشتري ايه وبيشتري حاجه نظيفه طبعا مش بيشتري حاجه لا درجه تانية ولا حاجه مضروبه.
طب انا عايزه اقول لحضرتك برضو سؤال في حاجه تانية مهمه، الحاجه الشيطه اعرف منين بقى ان الحاجه دي جديده او ان الحاجه دي شيطه؟ في حاجات بصي حضرتك بتتغسل خفيفة قوي. لا هي بتبقى بص زيها زي الجديده، بس اول ما بتتغسل بتنخن، بتلاقيها ملعت كده. ايوه تبقى الخامه ذات نفسها وحشه. اعرف بقى منين الشيط من اللي لسه جديد؟ مع المشكله اللي انت لو اشتريتيه طقم جاهز مش هتعرفي. طب فاهماني؟ عشان بيبقى طقم في كيستو، انت بتشتريه في كيستو وبتروحي تفتحيه، فاكتر الناس بيتخموا في الحكايه دي. ان هم يشتروا الطقم عليه الصوره في الكيس ويروحوا يفتحوا بقى، يعني الحاجه دي بتبان معاهم بقى بعض الغسيل اللي هي القماشه شيطه ومش شيطه، غير لما انت بتشتري بالمتر حضرتك. بالمتر انت بتمسكي القماشه وبتشوفيها وبتخيطيها عند الترزي، يعني حتى القماشه لو شيطه هتبان معاكي. بس في قماش بيبقى فعلا بيبقى قديم، مثلا من السنه اللي فاتت ولا من كام سنه قديمه، فبس ما بتعرفش الا بعد ما بغسلها، ما انت او بعد اول ما بفرشها كده تتفرش شويه كده. الخامه اللي انت بتقولي عليها شايطه دي بتبان معاكي مخلت، يعني خفيفة. يعني عملت فتل كده اللي هي الخامه بتاعتها متعامله زي الفتل او عملت الخامه ذات نفسها مش كويسه، داخلها بلستر ياما. يعني ما فيش حاجه معينه مثلا ان انا لما اشوف القماشه دي اعرف ان هي قديمه ولا جديده؟ لا هو مش حاجة معينة، هو القماش اللي انت بتقولي عليه الخفيف ده او ريحة مثلا، يعني ممكن اشم مثلا القماش الخفيف اللي هو ايوه القماش الخفيف بقى اللي هو ايه؟ اللي هو خامته بتبقى مش كويسة، فاهماني؟ هي بتبان معاكي بعد كده في الغسيل، عشان هو اساسا القماش الخفيف ده يعني الناس ايه بتعمله طقمة جاهزة، ما بيتباعش بالمتر. هي في الاول في الاخر برضو بقى ايه مسألة ضمير. اكيد طبعا، والمحل اللي بيبيع حاجة كويسة بيكسب زبون. يعني حاجه شايطه ولا حاجه هتبهت مع الزبون في الغسيل مش هيجي له تاني، يبقى هنا هو خسر ايه؟ خسر الزبون. طبعا مش هيجيب له، ولا ان انا هبعت له حد مثلا لو حد ما عرفش او كده. لازم المحل حتى يعني عشان يكسب زبون يجيب خامه نظيفه، والناس بتدفع فلوس لازم تاخد خامه نظيفه غسيل وفرش، مش خامه تغسلها غسله وخلاص. لو هو يا جماعه هنا بسم الله ما شاء الله اللي هو محلات هنا اهوت حمدي العسكري، محلات حمدي العسكري زي ما احنا شايفين اهو في الساعه كرموز، في الساعه كرموز الحاجات ان شاء الله زي الفل والاسعار تمام، وعلى فكره مسمعين جدا يعني بالامانه. فانا اتمنى ان شاء الله ان اي حد عايز شوار، عايز يجدد طبعا السنه الجديده على دخله العيد، على دخله رمضان، تعالوا هنا اهوت في الساعه كرموز عند حمدي العسكري للملايات والاطقم اللي هي التركي ان شاء الله. اسعار طبعا رخيصه جدا، هتجيبوها. وهنا برضو في ناس بتبعتهم انت لحد ان هو يفصله، احنا بنخيطه، انتوا ذات نفسكم بتخيطوها. يعني ما تحملوش هم الخياطه ولا هم التفصيل، يعني انتوا بتاخدوه من هنا اهوت مش هيتكلف عليكم نص الثمن الجاهز، وبتاخدوه ايه جاهز تمام 100 100. طب انا عايز اشكر حضرتك جدا، احنا متشكرين. الله يكرمك. السلام عليكم يا باشا، مع الف سلامه. سلام.